روح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، النادي الاهلي هو رمز البطوله. مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. نهائي افريقيا، مباراه بين الاهلي والترجي التونسي في ذهاب المباراه النهائيه لعصبه الابطال او رابطه الابطال الافريقيه. هذه المباراه الحدث الكبير، فذلك اليوم هو اليوم الكبير لكل مشجعي كره القدم في القاره الافريقيه. شيخ الأندية التونسية نادي الترجي التونسي أبناء الدم والذهب في مواجهة زعيم القارة الأفريقية أو بالأحق نادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي. هي مباراة تلعب على جزئيات صغيرة، لكن دائما منشتتها وعناوينها تلقى صدى كبير في القارة الأفريقية وفي الوطن العربي. النادي الأهلي زعيم القارة الأفريقية في مواجهة كبيرة جدا، النهائي التاريخي رقم 12 في مشوار النادي الأهلي في البطولات الأفريقية، في مواجهة قوية وصعبة جدا أمام نادي الترجي التونسي في مواجهة تكررت كثيرا خلال السنوات العشر الأخيرة. النادي الأهلي بإذن الله يسعى إلى الفوز بهذا اللقب الغالي. تلك البطولة هو حلم قاري جديد لأبناء النادي الأهلي والشعب المصري بشكل عام، لأن فرحة الأهلي بتساوي فرحة الشعب. جماهير كرة القدم في الوطن العربي تحديدا يتمنون ويتوقعون بإذن الله أن يؤدي الأهلي مباريات قوية، سواء في لقاء الذهاب هنا في برج العرب اليوم في تمام الساعة 9 مساء بقيادة تحكيمية للحكم الجزائري مهدي عبيد شريف، وإن شاء الله بعد أسبوع بإذن الله يوم 9 نوفمبر في استاد رادس، مباراة صعبة جدا لكن بإذن الله 180 دقيقة يكون النادي الأهلي على قدر الحدث ويفوز بهذا اللقب القاري. قلنا وسنؤكد أن هذه المباراة تلعب على جزئيات صغيرة، لكننا بنراهن على روح الفانيلا الحمراء، وعي لاعبي النادي الاهلي، وايضا وعي جمهور النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي التي ضربت المثل والقدوه في مسانده والمؤازره مع فريقها على مدار البطوله، بدءا من دور ال 32 امام مونانا الجابوني حتى المباراه النهائيه، وتواجد الجماهير في استاد الاسكندريه منذ الفجر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي بالامس لاستلام التذاكر الخاصه بهذه المباراه. صور تناقلتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية بشكل واسع المدى بتدل على حب الجماهير لهذا الكيان الكبير. اليوم في ملعب الأهلي عندنا تفاصيل كثيرة وفقرات كثيرة لمتابعة اليوم بشكل كبير. النهاردة زي ما أكدنا اليوم الكبير، نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، فبالتالي سنكون بإذن الله على قدر الحدث. سنتناول الحديث في هذه المباراة بشكل تفصيلي ما بين الرؤية الإعلامية والصحفية والرؤية التحكيمية مع تطبيق تقنية الفيديو وتقنية الفار في هذه المباراة، ثم رؤية فنية إن شاء الله بإذن الله على مدار هذا اليوم ومستمرين معكم حتى منتصف هذا الليل. شبكة مراسلين على مدار هذا اليوم لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة لحظة بلحظة. هنكون معاكم في تغطية مباشرة هنا من قناة النادي الأهلي وفي تواصل مباشر مع شبكة مراسلينا في برج العرب في قلب الحدث في فندق إقامة فريق النادي الأهلي، وأيضا أمام استاد برج العرب منذ الصباح الباكر، وفي قلب قلعة النادي الأهلي القلعة الحمراء في الجزيرة. مباراة مهمة جدا، لكن سريعا جماهير النادي الأهلي متشوقة تعرف الجديد والجديد داخل معسكر فريق النادي الأهلي وعلى الهواء مباشرة في بث مباشر من مقر إقامة فريق النادي الأهلي. برحب بزميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم، وجماهير النادي الأهلي متشوقة تعرف منك الجديد وأخبار فريق النادي الأهلي والاستعداد الجاد لهذه المباراة الهامة، حدث مهم الكل بينتظره منذ فترة وحتى الساعات الأولى منذ صباح هذا اليوم. زميلي محمد سعيد، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اكيد باكد على كلامك يا محمد، ان شاء الله باذن الله النهارده تكون المباراه وال90 دقيقه الاولى تكون من نصيب النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بالفعل يمكن بيضرب بالمثل يا محمد، طبعا زي ما انت عارف النهارده يمكن كالعاده جمهور النادي الاهلي متواجد من امس على التذاكر، الناس كانت بايته في الشارع بصراحه، ويمكن بعض اللقطات كانت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي حبا فيها للنادي الاهلي، وايضا كمان نظرا لاهميه هذه المباراه. اكيد هنتكلم عن كل الامور والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي، لكن
السريع انا ينضم لي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي مهندس خالد الدرندلي. برحب بيك في البدايه وان شاء الله نكون موفقين باذن الله. شفتونا كده واحنا لسه ما لبسناش ويعني زي بعض. لينا الشرف كالعاده طبعا نكون متواجد معانا وبتحدثوا طبعا سواء الاعضاء او جمهور النادي الاهلي. مباراه يمكن غايه في الاهميه، استعداد مكثف من مجلس الاداره، توفير كل الامور الخاصه فريق النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا. حابب اتكلم على المباراه، بتشوف المباراه ازاي ومدى استعداد فريق النادي الاهلي ازاي خالد بيه؟ والله هو استعداد الفريق واستعداد المجلس الاثنين يعني بالزبط. احنا في المعسكر بقالنا كام يوم لاستمرار لحد الجمعه الجايه ما يخلص ان شاء الله، لان الماتش مش النهارده بس. فبنامل بقى النهارده كده ان احنا مش عايزين نقول بقى، احنا عايزين دايما نبقى قلقانين. هو ده اللي انا يعني بيطمني ان احنا بنبقى قلقانين، فاحنا قلقانين وده صح. لما بيبقى مش قلقانين بيبقى فيه نوع من التراخي. احنا قلقانين كلنا كجهاز فني وكمجلس اداره وكاعضاء وكجمهور، كلنا قلقانين وده صح. وان شاء الله كده ربنا يوفقنا، لان احنا المباراه دي او الموقف ده مرينا بيه كتير، والحمد لله ان احنا وفقنا في كل المرات اللي فاتت. عايزين المباراه دي مباراه مصيريه، النهارده احنا عايزين نخلص الماتش هنا قبل ما نروح هناك، مش عايزين يبقى عندنا حمل هناك زي ما حصل في مباراه الصيف الجزائري. فان شاء الله النهارده يا رب كده نخلص المباراه النهارده باذن الله. كان كبير من مجلس الاداره لحضور الجمهور بالكثافه وبالعدد الكبير ده، من فترات كبيره جدا ما شفناش 50,000 و60,000 يكونوا متواجدين في المدرج. بتشوف حضور الجمهور ازاي ومدى الرساله الهامه النهارده لجمهور النادي لازم يقدمها خالد بيه؟ لا الجمهور طبعا احنا متاكدين ان الجمهور هي عدد كبير والجمهور كله جاي متلاهف، وعايزين نستعيد بقى اللقب ان شاء الله. انما احنا نامل بس ان الجمهور يكون على صوره محترمه وصوره تليق باسم النادي الاهلي، لان كل ده هيعكس فيما يستجد بقى من مباريات ثانيه بعد كده. يمكن تكون فاتحه خير ان الجمهور يعود ثاني. في نفس الوقت احنا عايزين الجمهور يعامل الضيوف بكرم باحترام، لان احنا هنروح نلعب هناك تاني، فاللي هيحصل هنا هيحصل هناك. فاحنا نفسنا النهارده ان شاء الله كده تطلع المباراه محترمه، مباراه تليق باسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ويا رب يا رب يا رب زي ما بقول لك كده الجمهور يكون هو اللعيب رقم 12 وفعلا نخلص هنا ان شاء الله. يمكن حضور مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب والدعم المستمر والجلسات المستمره بينعكس على اللعيبه وبينعكس على الجهاز، ان في اهتمام كبير جدا كعاده مجلس الاداره، لكن في المراحل الصعبة او في الاوقات الصعبة بيبقى لها مردود كبير جدا يا استاذ خالد. بص هو الكابتن خطيب هنا بقى له يومين، احنا كلنا طالعين مع الفرقة في المباراة الجاية ان شاء الله، كل مجلس ادارة طالعين من يوم الثلاث مع الفرقة في نفس الطيارة، لان زي ما بقول لك احنا بنعيش معسكر، احنا تعودنا على مباراة تونس دي بالذات يعني. وبعدين في نفس الوقت انا عايز اقول لك احنا لما بنرجع بالذكريات كده في ناس حتى كانوا قاعدين معانا بيقولوا احنا جايين الخميس، قلت لهم لا الخميس دي ما احسش ان انا في بعثه النادي الاهلي، لازم الواحد يحضر التمرين ويحضر اللي بنقعد مع اللعيبه، احنا كلنا في معسكر فعلا يعني. وبعدين انا في مباراه مش قادر انساها مدى حياتي، مراد صفاقسي. فطبعا يعني دي شوف احنا كنا رايحين من هنا واحد واحد، ان شاء الله مش هتتكرر، هنطلع من هنا اكتر باذن الله. بس انا بقول ان احنا الحمد لله ان احنا في تونس الملعب مش غريب علينا، الوضع في تونس مش غريب علينا، نتائجنا وتاريخنا بيقول ان احنا ان شاء الله نحسم اللقاء باذن الله. 180 دقيقه، 90 دقيقه الاولى هنا، 90 دقيقه الثانيه في رادس وفي تونس. لو في رساله بنوجهها للعيبه، لعيبتنا عارفين على قدر المسؤوليه وعندهم تركيز، لكن بحجم الاستاذ خالد الدرندلي تقول ايه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ والله النهارده الرساله طبعا هم مش محتاجين، هم اللعيبه انا عايز اقول لك يعني احمد فتحي كان بيصارع عشان يلعب، اللعيبه كلها عندها امل وعندها اصرار على الفوز سواء هنا او هناك، لان ما عندهمش الرهبه، اللعيبه عندها خبره وعندها تاريخ في هذا الموقف، فهم عايزين يزيدوا لقب جديد في تاريخهم ولقب جديد للنادي الاهلي، دولاب البطولات ان شاء الله النهارده يزيد باذن الله، فهم عندهم هذا الاصرار وهذا الحلم، وباذن الله انا واثق ان هم قادرين على تحقيقه باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك بيه وان شاء الله نفرح باذن الله بعد المباراه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي جدا، الف شكر. كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. التركيز الكبير من مجلس الاداره زي ما قلنا واللعيبه ان شاء الله باذن الله محمد يصب في مصلحه النادي الاهلي في هذه المباراه. سريعا كمان اعضاء مجلس الاداره متواجدين كالعاده طبعا ورفيق النادي الاهلي الاستاذ محمد سراج عضو مجلس الاداره. باذن الله النهارده نفرح بعد المباراه، مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، لكن في حاله تركيز شايفينها، في شغل كبير من مجلس الاداره باذن الله. باذن الله تكون ال 90 دقيقه الاولى من نصيبنا. حابب تقول ايه في البدايه عن هذه المباراه؟ لا والله الحمد لله، يمكن الاجواء احنا متفائلين خير ان شاء الله، ربنا يكرم النادي الاهلي النهارده يا رب. ومباراه طبعا مهمه جدا،
اعتقد الحمد لله اللاعبين والجهاز الفني في كامل تركيزهم وبقى لهم هنا اكتر من يومين تقريبا، وان شاء الله الكل يعني زي ما تشوفين احنا واحنا جايين في الطريق النهارده الصبح يعني ما شاء الله مؤازره جماهيريه كبيره جدا من واحنا في القاهره والبوابات كله عربيات كلها اعلام النادي الاهلي وتيشيرتات حمراء وجماهير النادي الاهلي، صلينا يمكن كلها في الطريق وكملنا يعني. فاجواء الحمد لله خير وتفاؤل، ويعني يعني عشان خاطر الناس اللي تعبت وجت ورا النادي وباتت على بوابات النادي تستنى التذاكر يومين وتأدي يعني عشان خاطرهم ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. بس الشباب يمكن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي داخل المستطيل الاخضر، فنيات موجوده، الاصرار موجود، لكن خارج المستطيل الاخضر هو دور جمهور النادي الاهلي. امبارح كانت لفته طيبه جدا، ناس نايمه في الشارع، الناس منتظره للتذاكر، حب كبير للنادي الاهلي واهميه هذه المباراه هي اللي خلت جمهور النادي الاهلي، ومش غريب على جمهور النادي الاهلي محمد. لا 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 والله الحمد لله، يمكن يعني ده دايما هو العهد يعني جمهور النادي الاهلي هم السند الحقيقي للنادي، دايما بيبقوا ورا النادي، حتى يعني الانتصارات النادي بيحققها في مختلف الظروف بيبقوا هم المصدر الاول وبيبقوا هم رقم واحد في الانتصارات دي، وبعد كده ممكن العوامل الثانيه كلها بتيجي بعديهم يعني. فان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده، وهو ان شاء الله احنا متفائلين. البطوله دي يمكن غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 5 سنين من 2013، ان شاء الله يا رب تبقى من نصيبنا السنه دي، لان احنا فعلا يعني نادي اهلي وكجماهير وكمحبين وكمجلس اداره وكلنا قالت النادي الاهلي محتاجين البطوله دي جدا، وربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. مطلوب ايه من جمهور النادي الاهلي في المباراه دي؟ المسانده اكيد طبعا والتشجيع المثالي، لكن كعضو مجلس اداره ايه اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه يا استاذ محمد؟ لا والله هو مطلوب يعني انا هم عارفين هم طبعا يعني بيساندوا من غير ما بنقول لهم، او هم يعني بيتوجهوا بالنادي الاهلي من غير ما مش ما فيش تعليمات يعني ليهم، يعني هم عارفين بيعملوا ايه، وهم يعني ان شاء الله هيبقوا على قد الثقه النهارده وهيبقوا واجهة مشرفة للنادي الأهلي زي ما عهدنا منهم، وإن شاء الله يعني أهم حاجة نحقق المكسب ويكون الجماهير إن شاء الله موجودة النهاردة بقوة، وبإذن الله يعني الماتش برضو يخرج بصورة طيبة ويخرج بصورة برضو يكون فيها ترحيب بالفريق الضيف والفريق الترجي التونسي طبعا، لأن ده من الفرق اللي احنا بنعتز بها جدا كمان، وبرضو عهد النادي الأهلي دايما وجماهيره إن هم يرحبوا بأي فريق ضيف يعني. فنتمنى إن بعيدا عن النتيجة والبطولة وكل حاجة إنه يخرج في أجواء طيبة، فرقتين من العرب يعني من بعيد عن قارة أفريقيا هم فرقتين عربيتين، فيعني إن شاء الله ربنا يعني يطلع الشكل النهارده لائق بيهم باذن الله. شكرا شكرا شكرا. بنشكر اكيد طبعا الاستاذ محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ومن قبله يا محمد طبعا الاستاذ خالد الدرندلي زي ما قلنا بحاله التركيز الكبيره والمسانده دائما من مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب بلحظه بلحظه متواجد مع الفريق، يمكن جلسات مستمره، اتكلم مع كابتن محمد يوسف، اتكلم مع اللعيبه، اللعيبه الكبار كمان يا محمد ليها دور كبير جدا، احمد فتحي باكد لك على جاهزيته، الشناوي، اسلام محارب، كل اللعيبه في حاله بدنيه وحاله فنيه ان شاء الله باذن الله تنعكس عليهم. الحاله الوحيده خالص هي هشام محمد اللي لم يشارك في مران الامس، شفناه كان بيجري حوالين الملعب، طمنا منه كمان بعد لقائنا معاه امس قال العضله الخلفيه، لكن باذن الله ان شاء الله يكون جاهز في المباراه القادمه، مباراه العوده مباراه 9 كمان. انا محمد لو بتكلم معاك سريعا وبطمنك عن اخر الكواليس والاجواء الخاصه في فندق الاقامه، كالعاده طبعا فطار صباحا بيكون في الساعه 10، الساعه 3 وجبه الغداء، الساعه ان شاء الله 6:30 هتكون محاضره فنيه اخيره لفريق النادي الاهلي بقياده مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، 7 مساء باذن الله ستتوجه يمكن النادي الاهلي وكل المشاركين وكل المتواجدين وكل مجلس الاداره ان شاء الله الى ملعب المباراه. انت عارف يا محمد طبعا بيكون التواجد قبل المباراه بساعه ونص، لكن الساعه 7 مش بعيد طبعا الاستاد عن الفندق القريب جدا من استاد برج العرب، 10 دقائق وربع ساعه ان شاء الله يكون متواجدين في استاد برج العرب. الامور مطمنه بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله يا محمد، ثقتنا كبيره في لعيبتنا، ثقتنا كبيره في الجهاز الفني، ان شاء الله يكون مستر باتريس موفق النهارده في اختيار كل اللعيبه النهارده ان شاء الله اللي هتخوض هذه المباراه باذن الله ان شاء الله يا محمد. نفرح مع جمهورنا ونفرح مع مجلس الاداره ومع لعيبتنا بعد اول 90 دقيقه هنا في القاهره. عوده ليك زميلي محمد، لو فيها استفسار انا معاك يا محمد. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله في اول اطلاله مباشره مع جمهور النادي الاهلي في مصر والوطن العربي الكبير، دخلتنا في الحدث مباشره، لقاءات مميزه وكنا في قلب الحدث منذ بدايه اليوم وعصر اليوم. تحيه وتقدير طبعا بالتاكيد للاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والجزئيه الاهم التي ذكرت في هذا اللقاء البث الحي المباشر من مقر اقامه فريق النادي الاهلي وبرج العرب، تواجد الكابتن محمود الخطيب منذ 48 ساعة في برج العرب، لدرجة أنه سبق البعثة وتواجد في الأوتيل وفندق الإقامة لاستقبال الفريق فور الوصول لبرج العرب لتحييتهم ومؤازرتهم قبل هذه المباراة الهامة. الكل ركز على اللقطة الأهم، وجود الكابتن محمود الخطيب وجلوسه قرب مدرجات الدرجة الثانية لمتابعة تدريب الفريق بالأمس في استاد برج العرب، لكن المشهد اللي ملايين المشاهدين ما شافوهوش
كابتن محمود الخطيب كان حريص على التواجد في بهو الفندق أول أمس منذ أن وصلت البعثة إلى برج العرب، وكان على رأس مستقبلي الفريق، وحيّ الفريق بالكامل بدءا من الجهاز الفني حتى اللاعبين، وطلب منهم المؤازرة والمساندة واللعب بجدية وروح الفانيلا الحمراء، وقال لهم أن الجميع يثق بهم في هذه المباراة، وأن الأهلي قادر مع هذا الجيل الصاعد الناشئ مع مجموعة الخبرة المتواجدة في هذا الفريق قادرون على تحقيق البطولة الأفريقية هذه المرة. وكان هذا اللقاء له صدى إيجابي كبير جدا على الحالة النفسية والمعنوية للاعبين وللجهاز الفني. نتمنى يا رب ترجمة كل هذه اللقطات الحية اللي الكل شافها، والصورة الرائعة اللي بالأمس الكل تناقلتها وسائل الإعلام بوجود الكابتن محمود الخطيب تحديدا قرب مدرجات الجماهير لمتابعة اللاعبين عن قرب، وأن يصل بهم برسالة مهمة أن هذه البطولة بطولة مهمة جدا. فوز الأهلي بيساوي فرحة شعب، فوز الأهلي بيساوي فرحة كبيرة في الوطن العربي. الأهلي بالتأكيد بإذن الله بيأكد أرقام قياسية كبيرة، بإذن الله يقترب من تحقيق هذه البطولة الغالية، ومن ثم إن شاء الله نعود من جديد إلى سابق أمجادنا كأس العالم للأندية، لأنه هو الهدف الأسمى لفريق النادي الأهلي بعد الفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية. تغطيتنا النهاردة مستمرة منذ هذه اللحظات وحتى منتصف الليل، عندنا فقرات كثيرة جدا، ولأن اليوم الكبير والحدث كبير عندنا تفاصيل كثيرة. رؤية الإعلام ورؤية الصحافة مهمة جدا النهاردة، ثم تقرير كمان عن موضوع التحكيم النهاردة، عندنا تقنية الفيديو تطبق لأول مرة في المباريات النهائيات سواء دوري الأبطال أو حتى الكونفدرالية في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم، ثم التحليل الفني على مدار هذا اليوم، وبالتأكيد هيشاركنا النهاردة في هذه التقديم ملعب الأهلي زميلنا أمير هشام في الفقرة القادمة، ثم بعد ذلك بإذن الله الكابتن سيد عبد الحفيظ وتحليل فني شامل عن هذه المباراة الهامة، مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي. لكن سريعا قبل ما استقبل ضيوفي والفقرة الحوارية الأولى، فقرة الصحافة والإعلام والمعالجة الإعلامية لمباراة ذهاب نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، أذهب إلى كليب بسيط في أغاني من اللي بتشير الحماس و الجدية لدى الأهلوية، فأنا الأهلي. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وقلنا لكم النهاردة الحدث كبير، حدث مهم، ذهاب نهائي الإفريقي بين الأهلي والترجي التونسي، وبالتأكيد بنذكر الأهلي أنها مباراة الذهاب على ملعب النادي الأهلي في استاد برج العرب بإذن الله في تمام الساعة 9 مساء، مباراة تنتظرها الجماهير المصرية والجماهير العربية. نهائي إفريقي هام جدا بيلقى اهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية بشكل كبير جدا، لها بطولة قارية كبيرة وهي أمجد الكؤوس الأفريقية، ودائما العناوين الرنانة في هذه البطولات الكبيرة دائما بتتذكر أو بتتناولها بشكل كبير جدا لما بيكون مباراة النهائي بين الأهلي تحديدا والترجي التونسي أو فرق الشمال الإفريقي، ودائما هو العنوان الأبرز أن الملك بإذن الله بيستعد للقبض على الأميرة الأفريقية نحو مونديال الأندية في الإمارات بإذن الله خلال الفترة القادمة. المعالجة الإعلامية لمباريات النهائيات الأفريقية مهمة جدا، ولأن الحدث استثنائي، لأن مباراة اليوم هي مباراة ديربي الشمال الإفريقي بين الأهلي والترجي التونسي، مهم جدا في الفقرة الحوارية الأولى في ملعب الأهلي نلقي الضوء على المعالجة الإعلامية وكيف تناولت الصحف المصرية والتونسية هذه المباراة الهامة. لذلك أنا برحب باثنين من ضيوف النهاردة من الصحفيين اللي بالتأكيد لهم دور كبير جدا وبيلقوا اهتمام كبير جدا حتى من الجماهير في كتاباتهم أو حتى في تناولهم للأخبار في المباريات النهائية تحديدا، ورصد لكل ردود الأفعال واللقاءات الصحفية مع كلا المصدرين. برحب في البداية بالأستاذ كريم رمزي رئيس تحرير موقع يلا كورة، أهلا بيك أستاذ كريم. أهلا بيك يا محمد، أخبارك؟ أهلا بيك، منور ملعب الأهلي. يسعدني ويشرفني، أشكرك. أهلا بيك. يا رب يخليك. وأيضا برحب بالأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي بالأهرام وأحد الكتاب الصحفيين الكبار في الوسط الرياضي. استاذ عبد المنعم برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيكم. النهارده حدث كبير، حدث استثنائي، نهائي افريقيا بين الاهلي والترجي التونسي، لكن عايز ابدا بالمعالجه الاعلاميه لهذه المباريات. مباراه الاهلي والترجي كيف تناولت الصحافه هذه المباراه؟ وعايز اتكلم في هذه الجزئيه ما بين جزئيتين او نوعين من الصحافه، الصحافه المكتوبه والصحافه الالكترونيه. شايف الحدث ازاي وكل جهه بتتناول المباراه ازاي؟ بص محمد، طبيعي لما الاهلي بيلعب في نهائي بطوله كبيره كالعاده يعني، او هو متعود انه يلعب في بطولات كبيره او في نهائي بطولات الكبيره، فتلاقي دايما التغطيه دايما بتبقى كبيره. التغطيه الكبيره دي بتيجي من قيمه وشعبيه النادي الاهلي مش بس في مصر، بتتكلم في الوطن العربي وافريقيا كلها.
والناحيه الثانيه في ترجي التونسي. ترجي التونسي برضو واحد من اكبر فرق افريقيا، وبالتالي هتلاقي تغطيه كبيره جدا وعظيمه جدا من كل الناس، سواء بقى صحافه الكترونيه مكتوبه مرئيه، هتلاقي كل الناس بتهتم باهتمام كبير جدا. ده ليه علاقه بقيمه الحدث وقيمه الطرفين المباراه، الاهلي والترجي التونسي. ضيف على ده كمان انه الاهلي عنده غيابات كثيره، الترجي برضو عنده غيابات ولازم نشيل الامر دوت. فغيابات الاهلي مع غيابات الترجي مخليه المباراه صعبه على الفرقتين. الترجي النهارده وده يمكن هنتكلم عنه في سياق الحدث، انه الصحف كلها بتتكلم على انه اهم مباراه صقر. الاهلي بيتصدر مجموعته في البطوله الحاليه، بيكسر الترجي من دور ربع النهائي في البطوله الماضيه، وبالتالي الترجي النهارده خد بالك من نقطه، الترجي التونسي او الصحافه التونسيه كان دايما بتتكلم على مواجهات المصريه بشيء من الثقه، يعني خلينا ناخد التعبير ده من الثقه في معظم المباريات. المره دي لا، النهارده بيتكلموا على الصقر، عشان كده بحاسس ان المواجهه مختلفه. المواجهه هتبقى اصعب على الاهلي من اي مواجهه مع فرق شمال افريقيا، ولكن الاهلي دايما جاهز، ودايما بنقول الجمله الشهيره، الاهلي بمن حضر عنده مجموعه كبيره من اللعيبه تقدر تعوض كل الغيابات. طيب استاذ عبد المنعم، الصحافه المكتوبه تحديدا، لان الصحافه المكتوبه ليها دور كبير جدا، بتبقى موثقه حتى على مدار التاريخ. ايه الفرق دلوقتي ما بين التناول الاعلامي من خلال الصحافه المكتوبه عما سبق في هذه المباريات الكبيره، لو بنتذكر وبنتحدث عن المباريات الافريقيه او تحديدا النهائيات منذ عام 82 بالمقارنه في عام 2018؟ المعالجه بتبقى يعني زي ما قلت حضرتك، بتبقى موثقه اكتر، بتعتمد على ما كتب في السابق من مانشيتات وعناوين. وخلي بال حضرتك السوشيال ميديا بدا يظهر في الفترات الاخيره اخر 10 سنين، فقبل كده كانت الامور مختلفه تماما، كانت مختلفه في المعالجات. تحس ان يعني انت لو رجعت المانشيتات 82 83 كل الناس بتحب ترجع لمجرد التذكره والذكريات الجميله وذكريات ايام الخوالي. يعني مثلا دايما بتشوف عناوين الصحافه اللي كتبت بعد 82 وبعد 87 وبعد كل البطولات اللي حصل على النادي الاهلي، الناس بتحب ترجع للجرايد دي وتشوف الماتشات والعناوين. هتلاقي في يعني على اساس ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه اعلام بالزخم اللي احنا عايشين فيه ده، او بالصحافه اللي هي الالكترونيه تحديدا، فبتحس ان الحاجه كانت فريده وقيمه، وجورنان اثنين ثلاثه غير بقى حوالي 20 30 موقع 40 50 جورنان، فالامر كان مختلف. حتى تحس اللي بيكتب المانشيتات ايام البطولات القديمه تحس فطاحل الصحافه المصريه، فكان الناس تحب تقرا. او حتى هذه اللحظه انا مثلا لما بحب اكتب في 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 فاينل زي النهارده مثلا، ارجع اشوف الناس الكبار كتبوا ايه، حللوا المباراه عامله ازاي، الشكل عامل ازاي، والستايل عامل ازاي، والتحليل عامل ازاي، بتلاقي الامر مختلف تماما. في نقاط بيلجا لها، نقاط المعنويه، نقاط التاريخيه، النقاط اللي كلها يعني فيها حس على الوقوف الى جوار الفريق بشكل مختلف تماما. تلاقي دلوقتي الصحافه والسوشيال ميديا والصحافه الالكترونيه خلت في يعني زي ما قال الاستاذ كريم، بتحس ان كلمه الصقر، لا كلمه الصقر دي انا شايفها غريبه شويه في الـ في الـ في الـ لما تعالج مباراه، لانك بتلعب مباراه كره قدم يعني رياضه، يعني المفروض مثل هذه المباريات لابد ان تكون كلمه التنافس هي رقم واحد. يعني انا ضد عنوان الصقر، وضد عنوان الخصومه، ضد عنوان اي عنوان فيها اثاره، لان المباراه 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هناك، فبالتالي لابد ان تكون المعالجه معالجه رزينه وهادئه، لان في النهايه الفريقين كتاب مفتوح لكل منهم الاخر، وكل واحد عارف هنا ايه، وكل واحد عارف الناحيه الثانيه فيها ايه، والمعالجات اصبحت تعتمد على لغه الاثاره، ولغه الاثاره دي هي اللي بتؤجج المشاكل، وهي اللي تؤدي بان المنافسه بدلا من ان تكون في ارض الملعب تنتقل الى المدرجات. مع الاسف الشديد، وقبلها السوشيال ميديا حاليا اصبح مع الاسف الشديد، يعني انت لو دخلت على صفحتك والاستاذ كريم وصفحتي هتلاقي جاي لنا رسائل من الصبح كلها تاجيج ودفع للنادي الاهلي، ودفع لمعنويات النادي الاهلي، والتاريخ والجغرافيا، والاهلي عمل، والاهلي خد، والاهلي كسب الترجي هناك، والاهلي عمل مش عارف ايه. لكن كل هذا الكلام يعني ممكن مع الاسف ينتهي مع الحاله الفنيه للفريقين. يعني ممكن النادي الاهلي تلاقيه في ابهى صوره اليوم، ممكن تلاقي الترجي على العكس، وخصوصا ان الاثنين بتبادلوا حكايه الملعب، يعني ملعب رادس بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن ملعب ايه؟ ملعب الاهلي، وبرج العرب بالنسبه للترجي التونسي. ولكن في النهايه انا شايف ان الحاله الفنيه للفرقتين هي التي ستؤثر على نتيجه المباراه دي. يعني الملخص الكامل 180 دقيقه، 180 دقيقه طبعا. وخلي بال حضرتك ده مش حاله لاعبين بس، ده حاله مش حاله لاعبين على المستوى الجماعي، لكن حاله لاعبين على المستوى الفردي. يعني انت عندك في مفاتيح لعب في النادي الاهلي ومفاتيح لعب في الترجي التونسي، لو لاعب فيهم بس ظهر لما ظهر بمستواه الاهلي كله ممكن يتاثر، وكذلك الترجي بالنسبه للترجي. فخلينا نقول ان المعالجه مع الاسف الان
تفتقر إلى وضع الأمر في نطاقه الصحيح. لابد أن نعود إلى الصواب شوية. أنا شايف أن المعالجة الورقية كانت أفضل كثيرا من معالجة هذه الأيام، لأنها طيب. تعتمد على الإثارة، حاليا تعتمد على الإثارة مع الأسف يعني. طيب كريم، أنا بتكلم على تغطية الحدث. تغطية حدث زي نهائي إفريقيا، ممكن المواقع الإلكترونية أو تحديدا موقع يلا كورة بيشتغل على الحدث ده إزاي؟ في إعداد ملف كامل، سواء أرقام، تاريخ، إحصائيات، تصريحات، أخبار، الملف بشكل عام بتتناوله ازاي؟ بالتاكيد كل اللي انت قلته ده بيحصل. احنا بيبقى عندك مراسلين طبعا بيبقوا موجودين في ملعب المباراه، في معسكر الفريق قبل المباراه، بيبقى عندك التقارير، عندك التحليلات الفنيه، عندك الارقام دي دايما موجوده. لو المباراه كمان بره مصر بيبقى موجود حد بيغطي بره مصر بشكل دوري، بتبقى التغطيه متنوعه يعني، بيبقى فيها فيديوهات، بيبقى فيها صور، بيبقى فيها محتوى مكتوب. وده يمكن اللي ممكن مثلا ده وهتكلم عنه في الكوره زمان، منه زمان كنا مثلا بتيجي تقول على لعيبه الاهلي او لعيبه الترجي ده كان في لعيبه عظيمه جدا. صحيح. زمان، دلوقتي مش موجوده. هو مش الحقيقه ان هو دلوقتي مش موجوده، اللعيبه مختلفه. صح. فنفس الامر يمكن الصحافه الورقيه زمان عظيمه جدا، ولحد دلوقتي هي عظيمه جدا، بس في دلوقتي شكل اخر من الصحافه بتفاصيلها، بمعطياتها المختلفه، بتنوعها يعني. انت دلوقتي عندك الصحفي زمان ما كانش بيقدر يكتب غير الخبر مكتوب، دلوقتي الصحفي يقدر يحط مع الخبر ده فيديو، يحط انفجراف، يحط فيديوجراف، يحط شويه صورة. بالظبط، هيحط صوره ويحط حاجه مكتوبه غير الصحافه هناك. هو ده الاختلاف. كل حاجه عظيمه في وقتها. الاهلي دلوقتي عظيم بلعيبته اللي موجودين حاليا، زي ما كان عظيم في وجود بركات وبوتريكا ومتعب وقبلهم الخطيب وعلاء ميهوب، كل الاجيال العظيمه ديت. دلوقتي برضو في جيل عظيم، في وليد سليمان وفي ازارو وفي احمد فتحي وفي محمد الشناوي. فكل حاجه الامر بيختلف. فدي كانت او دي دايما بتبقى شكل التغطيات في المواقع الالكترونيه، تحديدا في موقع يلا كوره. لكن الفكره استاذ منعم كمان وكريم يعني ينضم معايا في الحديث ده، ان التناول الاعلامي ممكن يعني موقع يلا كوره وموقع في الجول تحديدا من المواقع الصحفيه اللي بتتناول الحديث، مش بتدور على الانفراد او الخبر، لا بتحاول تديك شغل وثائقي، او بتتكلم في ملف مثلا من لغه ارقام، لغه احصائيات، بتديك عناوين من خلال هذه الارقام. انا اقصد محمد بعد اذنك. انت تقصد اكيد احنا بنبقى برضو عايزين الانفراد والخبر الحاصل، بس احنا ما بنبحث عن الاثاره. ما فيش اثاره، ما فيش العناوين الصفراء، ما فيش الحاجات اللي فيها اللي بتأجج شعور المشجعين او بتخليهم عندهم التعصب. احنا عايزين نعمل فرق كمان ما بين المواقع الالكترونيه المحترمه والسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا مختلفه تماما عن المواقع الصحفيه والالكترونيه اللي بتتناول الاحداث. السوشيال ميديا طبعا فيها حاجات كتيره محترمه يعني، وفيها حتى حاجات ايجابيه طبعا. بالظبط يعني، في ناس بتكتب بشكل محترم جدا، وحتى لو مش شغالين في الصحافه، واستاذ عمنا اكيد متابع وانت اكيد محمد متابع، في ناس ما بيبقوش شغالين في الصحافه اصلا ومش موجودين كمان في اي وسيله اعلاميه، وبيكتبوا كتابات عظيمه جدا. بالظبط كده، لو كتابات محترمه ما تبقاش فيها تعصب. وفي ناس طبعا طبيعي مختلف الاعمار ومختلف الثقافات، هتشوف مختلف الكتابات يعني. ده اول منشط في البطوله الافريقيه عام 82، قلوبنا في غانا وربنا معانا. على فكره لغه السجع دي كانت من ال اكيد مستمره من زمان، من ايام الشيخ النقادر دي نجيب المستكاوي. وعايز اقول لك على معلومه برضو الناس مش واخده بالها منها، طبعا المواقع الالكترونيه ظهرت في خلال ال 15 سنه الاخيره او صحيح. فكل المواقع الالكترونيه كانت تعتمد على الصحف في الكلام الارشيفي يعني اي موقع الكتروني لما يجي حتى في يلا كوره او في الجول، اي موقع من المواقع الالكترونيه المحترمه الموجوده في مصر، عندما تعود بالذاكره فانها تلجا الى الاهرام، او تلجا الى الاهرام الرياضي، او تلجا الى الاخبار، او تلجا الى كل الصحف التي كانت موجوده في ذلك التوقيت، لان الارشيف الاصح والاسلم، برغم انه في برضه في اختلافات طفيفه. تلاقي الاهلي يكتب مثلا تغيير، تلاقي اسف تغيير او الاهرام يكتب تغيير، تلاقي الاخبار في تغيير مختلف، لكن في النهايه المرجعيه الاساسيه لمثل هذه المباريات المهمه لابد ان نعود فيها الى الكلام المكتوب او الورقي الذي سبق المواقع الالكترونيه. المواقع الالكترونيه عندما حاولت ان تاتي بارشيف فلجأت الى الارشيف الالكتروني، الارشيف الموثق للاهرام، الارشيف الموثق للاخبار، والارشيف الموثق للصحف المصريه القديمه. فده عايزين بس الناس تاخد بالها منها، يعني لما تلاقي حاجه ارشيفيه موجوده في اي موقع المواقع، يعرف ان هذه الاشياء تمت الاستعانه بها من خلال الصحف الورقيه. فاذا المرجعيه تعود الى الصحف الورقيه. فالمعلومات الموجودة عن المواد الأرشيفية، طبعا لو جيت تكلمت عن الأهرام الرياضي مثلا باعتباري نائب مدير تحرير فيها ومسؤول عن التحقيقات فيها وكرة القدم، هتلاقي ان احنا بنلجأ الى هذا التاريخ، التاريخ موثق وعارفين بنكتب ايه، لانه كل معلومه بنكتبها تاريخيه لانها موثقه. ونرجع الى ارشيف الأهرام الرياضي الذي كتب من قلب الحدث، يعني ان شاء الله في ملف قريبا هتلاقي الاهلي في تشكيلات الاهلي في البطوله الافريقيه كلها من 82 لغايه
حتى الان والاهلي كان بيلبس ايه واللون احمر ولا اصفر ولا اخضر وكل هذه الامور. الاهلي بطل ابطال افريقيا هزم كوتوكو في نهائي ابطال الدوري الافريقي اللي هي في اول بطوله النادي الاهلي, والصوره دي طبعا ما فيش حد ينساها اللي عاش الفتره دي من افضل بطولات. الاهلي كان بيلبس فيها ساعتها لابس فيها ساعتها اللون الاخضر, والمباراه دي لم تكن مذاعه, والخطيب طبعا جاب هدف قضى على امال كوتوكو, والاهلي عمل مباراه رائعه هنا وهناك. الاشانتي كوتوكو طبعا الاشانتي كوتوكو كان من نادي رهيب جدا, وكان اللي كسبه 1-0 يبقى عمل انجاز, كسبه 3-0 في شوط واحد في القاهره, وكانت مباراه انا اراها من افضل المباريات في تاريخ النادي الاهلي. وعندما تذكرها لاعبو الاهلي حاليا او لاعبو الاهلي اللي هم حاليا مسؤولين او موجودين بيروا ان هو هذا هو النادي الاهلي الذي يتمنى ان يرى يعني يراه في كل البطولات, لان هذه البطوله تحديدا كانت نواه, طبعا كانت نواه لبطولات عديده. طب استاذ عماد معلش انا اسف يا محمد, تفتكر انهي نهائي كان اصعب, نهائي ده ولا نهائي صفاقسي؟ لا 2006 انا بتكلم في جزئيه تاريخيه, انت بتبني ذاكرتك التاريخيه في الفوز ببطوله بهذه المباراه, حتى لو كانت المباراه نفسها. لا انا مقتنع بكلامك. لا تمام. انا بسالك السؤال ده. لا 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 لا, 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 لا في بطولات بعد كده جت من رحم المعاناه زي صفاقسي, هدف يعني شيء رائع, والبطوله 2012 البطوله ان احنا الاهلي كان متعادل 1-1 ورايح الاهلي فيه مشكلات وفيه صعوبات يروح يكسب 2-1 هناك في قلب الحدث. لا طبعا في احداث. اخد فاصل صغير لان انا هروح دلوقتي حاليا لاستاد برج العرب وزميلنا شريف شعبان من امام استاد برج العرب, ناخد منه الاجواء والاحداث هناك ودخول جمهور النادي الاهلي. خلاص منذ الثانيه ظهرا بدات الجمهور باذن الله يتوافد على استاد برج العرب, وفتحت بوابات الاستاد لدخول الجماهير. شريف اولا برحب بيك, مساء الخير عليك, وطمني الاجواء عندك ازاي ودخول الجماهير الى استاد برج العرب استعدادا لهذه المباراه الهامه ذهاب نهائي دوري الابطال الافريقي. يا زميلي محمد تحياتي لضيوفك الكرام, تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان, الكل بيقول يا رب باذن الله نهائي افريقيا النجمه التاسعه باذن الله تاهل لكاس العالم للانديه, حلم كل اهلاوي حلم كل مصري. النهارده النادي الاهلي بيلعب باسم مصر مش بيلعب باسم النادي الاهلي باذن الله. احنا باذن الله النهارده في الساعه 9 مساء باذن الله على موعد مع النجمه التاسعه باذن الله, ويكون التاهل باذن الله, نحط اول خطوه باذن الله من النهارده. يمكن يا زميلي محمد زي ما انت شايف هنا الاجواء يمكن يعني الناس فرحانه, الناس بتعبر عن سعادتها, يمكن الناس انت بس ما انت شايفهم يعني جماهير الاهلاويه عاشقه للنادي الاهلي, كانت حريصه تكون موجوده من 3-4 ساعات فاتوا. جماهير الاهلي مش عاوز اقول لك يمكن اجراءات سهله جدا في الدخول, محدش شايف خالص معاناه. القصه هنا منظمه لاقصى درجه التوابير, الكل بيقدم التذكره بيتفتش بكل ادب وبكل احترام, وعلى طول بيكون الاجراءات اسهل مما مفيش اسهل من كده اهوت, وبيكون الدخول على طول سلس للمشاهدين. سامعني زميلي محمد ولا بتسمعني؟ معنى كده هتفات الجماهير والناس بتغني ازاي وبحب الاهلي قبل ما تدخل الاستاد. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من امام استاد برج العرب, بشكرك شكرا جزيلا من امام استاد برج العرب, وهذه الصوره الحيه لجمهور النادي الاهلي بيستعد لدخول الاستاد, وان شاء الله يكون يوم تاريخي باذن الله في هذه المباراه النهائيه, مباراه الذهاب بين الاهلي والترجي. 2013 2012 2006 82 كلها بطولات افريقيه, كل بطوله رسخت معنى وتاريخ داخل جمهور النادي الاهلي. لكن النهارده بقى 2018 كريم, يعني شايف كمان الجزئيه هذه المباراه على مدار البطوله بتاريخ النادي الاهلي بمشواره, قلب الحدث مباراه الاهلي والترجي النهارده في برج العرب, المنشطات الصحفيه, العناوين اللي حبيتوا تركزوا عليها, ايه الاخبار اللي حبيتوا تصدروها للقارئ عشان يشوف حاله الفنيه لفريق النادي الاهلي, وهل برضو يعني اهتميتوا بما كتب في الصحافه التونسيه نقلتوها ايضا كمان للمشاهد او للقارئ؟ بص, في ميزه في الصحافه التونسيه عظيمه جدا, ان الصحافه التونسيه هي مش صحافه متعصبه يعني, او مش صحافه بتحاول تثير تعصب الناس, لا بالعكس هي صحافه في النهايه بتعمل زي الصحافه بتاعتنا, انها بتحفز فرقتها بشكل كويس, بتحفز الترجي بشكل كويس, بتحاول بس اقصى حاجه عملتها ان هي بتقول الترجي اسأل من الاهلي ليه
والصقر حتى لو هو انا بتفق مع زعيم منهم هو لفظ تقيل شويه ولكن هو لفظ متدارك في الكوره. يعني احنا دايما بنقوله في الكوره انه اسقر من هزيمتك مش 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 اكتر من كده. انك تحقق الفوز ده اللي الترجي مطلوب منه النهارده من الصحافه التونسيه. احنا كصحافه مصريه بالتاكيد بتحاول تحفز كمان فرقه الاهلي. في ميزه كمان انا شايفها كويسه قوي على السوشيال ميديا او حتى في الصحافه بشكل عام انه التحفيز للاهلي تحفيز بيحصل من الكل بدون تعصب. صحيح. وواضح جدا ان الناس كلها ورا الاهلي بمختلف الانتماءات. مفيش حد بحس انه بيتعصب او ضد الاهلي او انه مش عايز الاهلي يكسب باستثناء المشجعين طبعا اللي بتحب فرقتهم. يعني انا دايما كمان حتى بقول في القصه دي انه انت ما تطلبش من مشجع بيشجع فرقه ثانيه انه يشجع الاهلي. ولكن على الاقل الثقافه دي لسه ما وصلتناش لسه مع الاسف. لا موجوده في كل انحاء العالم بالظبط. هو ده انا كنت عايز اقوله لك انه ما ينفعش ريال مدريد يكون بيلعب في دوري ابطال اوروبا تستنى ان جماهير برشلونه تشجعه. ده ما بيحصلش. ولكن انا مش عايزك برده تكون متحفز ضدي جدا. يعني مش عايزك تكون بتشجع الفرقه اللي قدامي او مش عايزك تكون بتعمل لي مشاكل. ده اللي بيحصل دلوقتي وده اللي انا شايفه حتى على السوشيال ميديا. مفيش تعصب. ابتدت الناس كمان كل واحد يشجع فريقه بشكل صحيح. كويس. انا اظن انه الاهلي النهارده عنده من الامكانيات الفنيه اللي تخليه موجود في المباراه بشكل كويس. صحيح في غيابات وبنتكلم عنها كلنا لكن الغيابات دي كلها في اللي يعوضها. يعني في كل مراكز الملعب عندك تعويض للمراكز. بس لازم نفهم كمان الترجي عنده غيابات والاهلي عنده غيابات. ده هيخلي المباراه متقاربه جدا في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله انا مستني العنوان اللي نكتبه النهارده ان الاهلي بيحسم تاهله من مباراه الذهاب. ده في حاجه عايز اقول استكمالا الكلام الاستاذ كريم. انا قريت صحافه تونسيه امبارح واول امبارح لقيتهم مركزين على حاجه مختلفه خالص. انا كنت قلت يعني مثلا هيركزوا على فنيات مين الاخطر هنا مين الاخطر هناك لكن لا مركزين على حاجه واحده بس مركزين على قصه الدعم قصه الدعم الفني قصه انك الدعم المعنوي. الدعم الفني موجود برضه في سياق الكلام لكن ليس محور الكلام هو الكلام عن الفنيات. ليه؟ لانه الصحافه فاهمه كويس جدا هناك ان الاوراق كلها مكشوفه ومفيش حتى لما يجي يقول لك ايه مثلا الشناوي مثلا هيلعب ولا مصاب يقول لك مناورات اهلاويه. احمد فتحي يقول لك مناورات اهلاويه. كل ما يتعرض لموقف لاعب من لعيبه الاهلي يقول لك ممكن من الممكن ان تكون مناوره اهلاويه وهكذا. نفس الامر في الصحافه المصريه. الصحافه المصريه اتكلمت على ايمن بن محمد وهيثم الجويني في موضوع الاصابات مش مؤكده. ده ياكد لك ايه بقى؟ ده ياكد لك ان الصحافه التونسيه مهتمه بيك. يعني مش عايز ألجأ لكلمة الصقر تاني وأنا بنتقدها لكلمة إني رد الاعتبار. رد الاعتبار كلمة إني أنا نادي كبير نادي حصل على بطولات عديدة أقدم الأندية التونسية. وخلي بالك هم يحتفلوا بالمئوية في 15 يناير فمعنى يعني هم عملوا لنفسهم عوامل تحفيزية ودي أنا شايفها هتكون نقطة إيجابية بالنسبة للترجي التونسي. وفي نفس التوقيت لابد أن يضعها الاهلي في الاعتبار. ليه؟ لان الفريق عندما يضع لنفسه عوامل تحفيزيه فده هتاثر على الفنيات عندهم. لان خلي بالك حضرتك الامور المره دي مختلفه تماما. انت بتتكلم على انك اخر نهائي انت كسبانه، اخر مباراه انت كسبانه، فرادس فالامور كلها لا ده انت الترجي انت بتلعب الترجي انت صحيح. بتلعب فرقه كبيره فرقه عظيمه وصلت النهائي قبل كده 6 مرات دي المره السابعه. ما ينفعش كمان لما يجي هو يجي يعمل مقارنه ما بينه وبين الاهلي. ده الفرق كبير جدا ما بين الحصول على البطولات. الاهلي وصل الى البطوله قبل كده 11 مره ودي 12 خدها 8 مرات انت خدتها مرتين. عشان كده هو بيشتغل على الدعم المعنوي. ما انا بقول لك كده انا بصيت في الصحافه التونسيه معظمها بتكلم احذاره من الانذار الثاني. في 3 لعيبه عندهم خايفين ياخدوا الانذار الثاني. في لعيبه عندهم احذر من الالتحامات مش عارف ايه. فكلها بتتكلم في حاجات معنوية من أجل الحافز وإيجابيات طبعا إيجابيات. عشان خاطر تحول هذه الطاقات من طاقات ممكن تكون كانت سلبية في الماضي تصبح إيجابية للاعبين في أرض ملعب. وده النقطة اللي أنا وأستاذ كريم بنأكد عليها أن الأهلي يحتاج هذه المرة إلى الحذر وعدم الاعتماد على التاريخ لأن التاريخ لن ينصفك بدون أن تكون في قمة مستواك داخل الملعب. ده شيء اساسي يعني. طيب كريم الناحيه المعنويه هل الاعلام الرياضي في مصر او الصحافه المصريه اشتغلت على الجانب المعنوي مع فريق النادي الاهلي ولا الصحافه المصريه اشتغلت اكتر على الجزء الرقمي والجزء الاحصائي والجزء الفني؟ كل حاجه لازم تشتغل على كل الجوانب. الصحافه الناجحه في كل حته في كل المواقع او كل الصحف لازم تشتغل على كل الجوانب. بتتكلم على الحته الفنيه بتتكلم على الحته الرقميه بتتكلم على الحته التحليليه بتتكلم على الجزئيه الخبريه بالتاكيد وكمان الجزئيه المعنويه. دي مهمه قوي في المواجهات اللي زي دي. مواجهه فريق مصري امام او في مواجهه افريقيه نهائيه بالتاكيد كل الصحف والمواقع بيبقى فيها الدعم. يعني مش بس انك بتحلل بشكل محايد لا انت كمان بتدعم عشان ده حاجه بتمثل مصر مش بس بتمثل جماهير فريقها.
فده اللي بيحصل بكل الجوانب. بس واقف عند نقطه هيثم ديويني وايمن بن محمد والمناورات اللي بتحصل. انا من الناس مثلا اللي شايف ان هيثم ديويني غيابه النهارده عن المباراه لو حصل يعني هو كان لسه في شكوك بس بنسبه 90% مش موجود. ده افضل للترجي ومش جاي يدينا جدا. ليه؟ انه صحيح هو كان اساسي في مواجهات كتيره في الترجي في الاخر، سيبقى طه ياسين خنيسي اخطر بكتير منه حتى مع هبوط مستواه. هيثم وانا عايز بس افهم الناس انه هيثم من اللعيبه المزاجيه زي ما احنا بنقول في مصر كده، انه لعيب ممكن تلاقيه في ماتش و10 لا بالظبط كده. فالنوعيه دي من اللعيبه ممكن السيطره عليهم بسهوله، لكن طه ياسين خنيسي يبقى مهاجم خطير جدا، وجوده اساسي النهارده حاجه ممكن تقدر. بس هي الناس بنت الرؤيه او النظريه دي على ان طه ياسين الخنيسي غاب عن كاس العالم، راجع من اصابه رباط صليبي، كانت اصابه صعبه صحيح جدا صحيح. هذه البطوله لم يحرز اهداف او سوى هدف وحيد. هيثم الجويني المباراه الاخيره امام بطل انجولا كان عامل حسم لما نزل بديل لطه وقدر يصعد بالترجي. هو ده هيثم مهاجم محترف قبل كده في اسبانيا، ولكن يبقى طه خبراته اكبر من هيثم كمان في المواقف الصعبه ممكن تلاقيه اكتر من هيثم. ده وجهه نظر شخصيه، ممكن الناس طبعا تشوف ان هيثم بكل التفاصيل اللي انت قلتها هيثم يبقى اكتر، لكن انا شايف ان طه ياسين الخنيسي اكتر. امام محمد ناحيه الشمال في الغالب خليل شمام هو اللي هيخش ناحيه الشمال وممكن ينزل مدافع اخر يعني اليعقوبي بالظبط. هي تبقى في الاخر هي منورات، لان فريق الترجي التونسي بالامس برضو عمل حاجه غريبه يا استاذ منعم، ما اتمرنش في الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب، وحتى يوم وصوله اتمرن في الملعب الفرعي في فندق الاقامه، وده حتى مخالف للائحه الاتحاد الافريقي انك ما تتمرنش على الملعب الرئيسي، لان في كاميرات في وسائل اعلام موجوده عشان تصور التدريب الاساسي والرئيسي بتاخد اول ربع ساعه. فهي المناورات اللي بنتكلم فيها مع كريم في مساله الغيابات او الاصابات اللي في الفريق. شايف الجزئيه دي بقى كناحيه اعلاميه ممكن تتناولها ازاي وانت في الساعات الاخيره قبل بدايه المباراه؟ بتركز عليها لان الجمهور بالتاكيد هيقرا وهيشوف فممكن تنتقل ايضا للاعبين، ولا بتبتعد تماما عن هذه الجزئيه وبتركز اكتر على فرقه الاهلي؟ مش عارف، انا بحس ان الحاجات دي يعني اصبحت من الماضي شويه، لانه كل الامور طريقه قديمه، حاجه قديمه طبعا. مش لان كريم يمكن يتفق معايا ان كل الاهلي كتاب مفتوح وكل الترجي كتاب مفتوح. لو انت ما عندكش معلومه تدخل على حساب لاعب تلاقيه ممكن يقول معلومه الفريق مش عايز يقولها. انا متفق معاك 100% يعني حاجه فكره غريب. المناورات او فكره الخدعه ده مش موجود عارف عليها الزمن يعني. ايام ما كانش بقى في السوشيال ميديا وما كانش فيه دلوقتي فعلا كله التشكيل بيطلع قبل المباراه بساعه واكتر من ساعه وممكن قبلها بيوم كمان. التشكيل مع كل الناس صحيح، التشكيل مع كل الناس اختلافات طفيفه وبسيطه. الترجي عارف كل عناصر النادي الاهلي والاهلي عارف كل عناصر الترجي، ويبقى الشيء الاساسي اللي دايما انا بتكلم فيه اللي هو التوفيق في يوم المباراه. توفيق، خلي بالك التوفيق ممكن يصاحب الفرقه كله، وده بقى محظ المدير الفني ومحظ الجمهور ومحظ النادي، وممكن التوفيق يصادف لاعب او اثنين او ثلاثه، او ممكن يصادف لاعب يعني دوره مش مهم مش مؤثر، ممكن لا يصادف لاعب. يعني انا مثلا انا بضرب مثال، لو وليد سليمان هو القلب النابض للاهلي حاليا، لو لم يكن لا قدر الله لم يصادفه التوفيق او يحالفه التوفيق في مباراه مثل هذه المباراه، يبقى الاهلي هيعمل ايه؟ مشكله. لا بس انا اظن مش لا يعني في عوامل. لا ما هو انا اتفق معاك طبعا ان وليد سليمان هو على كقيمه وليد سليمان طبعا في الملعب عندما خلاف. تكون حالته الفنيه ليست على ما يرام فالاهلي سيتاثر، الاهلي بيتاثر طبعا، انما لو في حالته الفنيه الاهلي سيكون في القمه وهو اللي بيجيب اهداف ولا بيصنع اهداف، يعني هو كل حاجه في النادي الاهلي. بص انا اقول لحضرتك حاجه، في الماتشات اللي زي دي الماتشات النهائيه اي لعيب مستواه مهتز هيأثر بالتاكيد، مش وليد سليمان بس تاكيد وليد سليمان هو رقم واحد. بتكلم على حاله عامه وبتكلم على حاله فرديه حاله طبعا خاصة. لكن لو اي لعيب ممكن يعمل لك مشكله في الفرقه يعني طبعًا. اي لعيب هي المباراه دي بتلعب على جزئيات صغيره صحيح. طبعا اكيد المباريات دي مش قصه تكتيك وفنيات ومعنويات، لا ممكن جزئيات صغيره لقطات صغيره داخل الملعب بتؤثر في شكل ونتيجه المباراه. طيب لو بتكلم على التشكيل المتوقع، طبيعي قبل المباراه ب 24 ساعه وقبل المباراه حتى بساعتين ثلاثه قبل التشكيل الرسمي كل المواقع الالكترونيه والصحافه بتتجه الى التشكيل المتوقع او احد المصادر. عندك مصدر او عندك تشكيل متوقع لكلا الفريقين؟ اظن ان مصر كلها وزنها منهم وكل الصحف ونشر بشكل رسمي عندكم طبعا. لا في اولا الرسمي بيطلع قبل المباراه، في النهايه ده بيبقى تشكيل متوقع في توقعات، واحنا بنقول يعني كل الصحف او المواقع بتقول ان ده تشكيل متوقع، ما تقدرش تجزم ان هو التشكيل في النهايه كارتيرون ممكن يغير التشكيل في اي وقت، بس التشكيل المعروف للناس ممكن معظمها. هو بيتمرن تحصل مشكله كبيره لاي لاعب من اللعيبه تبوظ له. لو محمد شناوي احمد فتحي وكلوبالي وسعد سمير وايمن اشرف حسام عاشور وعمرو سلية اسلام محارب وليد سليمان واحمد حمودي وليد ازارو، ده التشكيل اللي اظن هيبقى عند 90 او 95% من لا هو 100% على فكره، ما عندوش خيارات تاني. ميدو يعني جابر ولا حمودي؟ لا انا رايي حمودي.
هو حمودي افضل من جابر حاليا فنيا افضل، ولكن انا في بصراحه الاثنين لو اي حد تاني افضل منهم بالنسبه لنا. لا اصل حمودي في مباراه الذهاب تحديدا انت محتاج الامور الهجوميه اكتر من الامور الدفاعيه. ميدو جابر عنده ميزه في الالتزام الدفاعي بشكل كويس جدا، فممكن ميدو جابر ينفعك في مباراه العوده لو احتاجته. لكن وانت بتلعب في الذهاب انت محتاج كل عناصر حمودي اللي يؤدي دوره بنسبه يعني حمودي متالق الفتره الاخيره عن مصاب كتير. لكن محتاج اروح لتونس سريعا مع الاستاذ علي عثماني الصحفي التونسي. استاذ علي مساء الخير عليك من هنا من قناه النادي الاهلي وفي ضيافتي الاستاذ كريم رمز الاستاذ عبد المنعم فهمي. تحيه لكم وتحيه لكل مشاهدي قناه الاهلي وللجماهير المصريه بشكل عام. استاذ علي، كيف تناولت الصحافه التونسيه هذه المباراه الهامه النهائي الافريقي بين الاهلي والترجي؟ وهل تركيز الصحافه التونسيه كان على الارقام والاحصائيات والتاريخ ولا الواقع والدفعه المعنويه لفريق الترجي في هذه الفتره؟ بالضبط. تعرف هو الحدث الان مباراه الاهلي والترجي مباراه الذهاب في انتظار مباراه الاياب بعد اسبوع في ملعب رابي. اكيد الصحافه التونسيه كلها مركزه على حاليا على مباراه الذهاب، فيها يعني تفاؤل كبير حسب الصحافه التونسيه بشان مباراه الذهاب، ويعني الجميع تقريبا يعني متفائل بعوده الترجي بنتيجه ايجابيه من مصر. تعرف في المباراه النهائيه هي 50-50% تقريبا حظوظ الفريقين متساويه، ولكن اعتقد ان الترجي ينطلق بحظوظ وافره للفوز بهذا اللقب تماما مثل الاهلي ايضا له حظوظه، يعني حظوظ متساويه بين فريقين من اكبر الانديه في افريقيا لهم تاريخهم في 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 المسابقات الافريقيه وبخاصه في دوري ابطال افريقيا. بالنسبه للاحصائيات طبعا ثم اعداد هنالك العديد سواء بالنسبه للصحافه ولا الجماهير بتهتم بالارقام والاحصائيات، ولكن تعرف انه الارقام والاحصائيات هذه دخلت في التاريخ، والان نتحدث عن الحاضر وعن المستقبل. الحاضر هي مباراه اليوم ان شاء الله في ملعب برج العرب، وبعد اسبوع في مباراه الاياب بملعب رادس. هي المباراتين هذوما اللي بيكونوا حاسمين ويحدوا اللقب. يعني انا اعتقد أن الارقام لن تكون يعني هي الفيصل في مباراه اليوم او في مباراه بعد اسبوع، لانه يعني في التاريخ يعني اللاعبين السابقين او اللي لعبوا سابقا ليسوا موجودين حاليا، وكذلك يعني حتى في التصفيات الحاليه اللي صارت في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا اعتقد انه السياق يختلف تماما، خاصه في مباراه النهائي اللي هي تعتبر كانها مباراه كاس، وهي غالبا مغلوب يعني ما فيهمش يعني فرصه للتدارك ثانيه او ثالثه يعني او شيء. طيب الاعلام التونسي وتحديدا قدام جريده الشروق قالت عنوان اليوم الاهلي والترجي واللقب من برج العرب. هل الاعلام التونسي بيتحدث على ان حسم مباراه الذهاب بالنسبه لكم في جريده الشروق هيكون شيء افضل عن مباراه العوده في رادس؟ وهنا في هذا المنشط تحديدا انتم يعني بتقربوا اكتر من مساله التاريخ، ان انتم عايزين تحسموا البطوله هنا من برج العرب. بالضبط. هي بتعرف مباراه الذهاب بتكون هامه، اكيد تعرف ان نتيجتها ستحدد بنسبه كبيره البطل في مباراه الاياب. انا اعتقد انه لو فريق يعني بشكل ينتصر في المباراه هذه بالنسبه بفارق مثلا هدفين سواء الاهلي او الترجي، اعتقد انه بنسبه كبيره قطع خطوه كبيره للفوز باللقب النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا. وكذلك الشيء بالنسبه للترجي اكيد لو يعود بنتيجه ايجابيه سواء التعادل سواء الفوز بهدفين لهدف 1-0 كذا، اعتقد انه ستكون له حظوظ كبيره جدا في المباراه دي. ونفس الشيء للاهلي، اعتقد انه الاهلي سيعول كثيرا من على مباراه الذهاب يحاول تقدم اقصى ما يمكن امام جماهيره وعلى ملعبه، لان مباراه الاياب ستكون بالتاكيد مباراه قويه ومباراه حاسمه، وايضا الترجي سيكون امام جماهيره لحسم اللقب. سؤال اخير استاذ علي، تشكيل الترجي بالنسبه لكم معروف بنسبه 100% في ظل ان 48 ساعه الماضيه كان في تعتيم اعلامي تماما على تدريب فريق الترجي لم يتدرب في استاد برج العرب حسب لوائح الاتحاد الافريقي. بالضبط. هي المباراه والله اعتقد انه تشكيله الترجي لا بالعكس فيش يعني اشياء مخفيه كثيرا، ولكن ثم تغييرات اكيد في اللحظات الاخيره. امس اثنين لاعبين اللي هم تاكد غيابهم عن مباراه الذهاب اللي هم المهاجم هيثم الجويني اللي كان حاسب في مباراه الاياب ضد البريمير جراجيسو في نصف النهائي، كان سجل هدف وعمل اسيست للهدف الرابع الحاسم اللي تاهل من خلاله الترجي، وايضا المدافع الايسر
ايمن بن محمد اللي هو يعني من 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 ابرز العناصر في التشكيله الفرجيه ويساند كثير من الهجوم، تاكد غيابه ولو انه كان بطبيعه الحال منذ بدايه الاسبوع الحالي كانت مشاركته يعني بين الشك واليقين، خصوصا انه لم يتدرب مع المجموعه، واصل التدريبات على انفراد وتحت اشراف الاثاره الطبي. يعني هنالك تغييرات ممكن في حارس المرمى، باش يكون اكيد معز بن شريفي، هذه بالنسبه تقريبا 90% العين انه مدرب الترجي معين الشعبان وبقيه الاطار الفني، اكيد معناه سيعود معز بن شريفي لحراسه مرمى الترجي الرياضي التونسي بعد غياب في الفتره الاخيره عن التشكيله اللي كان فيها الحارس رامي شريفي. بقيه اللاعبين تقريبا معروفه، سواء في اللاعبين في على الظهير الايمن او في وسط الميدان او في الهجوم طه ياسين الخميسي، هذا هو يعني مع اعتقد ان الاصابات والغيابات، اعتقد انه مدرب الترجي الرياضي ما عندوش خيارات كثيره حتى تكون التشكيله فيها مفاجات ثانيه او شيء من هذا القبيل. استاذ علي عثماني الصحفي التونسي، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب للفريقين بشكل حضاري للكره العربيه والكره الافريقيه في نهائي امجد الكؤوس الافريقيه مباراه الاهلي والترجي التونسي، شكرا جزيلا. استاذ عبد المنعم تعليقك على يعني هو التعليق على استاذ علي عثماني ابتسم بس ليه؟ لان هو انت بتقول له اللقب من برج العرب، هو يعني انت في البدايه لما تتكلم على التاريخ وتقرا التاريخ، عندما تجد التاريخ يسندك فبتستخدمه، فانت بتستخدم لغه الارقام بالنسبه للنادي الاهلي في الفوز بالبطولات وفي القلب رادس، فهو بيستخدم الحته اللي هو بتفوق عليك فيها، وهي ايه؟ انه مبارياته معظمها في برج العرب، ايجابيه في برج العرب تحديدا، في ايجابيه. فبالتالي لغه الارقام هنا مش ليست صماء، لغه الارقام لما حد بيستخدمها، لما بيستخدمها استاذ كريم، يستخدمها انا، يستخدمها اي حد، معناها ان انا بحاول يعني احبط معنوياتك، بقول لك شوف انا تاريخي بالنسبه لك عامل ازاي، خلي بالك وانت هتقابلني، انا قابلتك 19 مره معظم البطولات، 17 في دوري ابطال افريقيا، كسبتك 7 مرات، كسبتني كذا مره، يعني ارقام الاهلي متفوق فيها، متفوق من ناحيه الفوز، متفوق من ناحيه الاهداف، فده شيء بالنسبه للنادي الاهلي، ده شيء معنوي يستخدمه الاهلي كسلاح من اجل ان يرهب به المنافس، بالتالي المنافس عنده سلاح بالنسبه لك ولو جزء ولو بسيط، وهو سلاح ايه؟ برج العرب. برج العرب. خلي بالك انه الترجي برضه الناس مش واخده بالها ان هو برضه ليس برج العرب فقط، ولكن اسكندريه خد فيها بطوله السوبر العربي، بطوله دوري ابطال العرب السنه اللي فاتت لما خدها. مش عايزين ناخد اسكندريه استاذ كريم. اتفضل محمد. وانت بتتكلم مع زميلنا الصحفي في صحيفه الشروق وقلت العنوان الرئيسي اللقب من برج العرب، لفت نظري عنوان فرعي، فرار شكر الواعر بمساعده مهربين وتورط رجل اعمال بسرعه. وانت بتتكلم في التليفون عايز اعرف ايه هو شكر الواعر ولا هو شكر الواعر الحارس التاريخي اللي هي الترجي واللي حاز على البطوله عام 94، واحد من اعظم الحراس اللي جم في تاريخ افريقيا، امور اداريه ليها علاقه بشيكات وحاجات زي كده، بس خبر مزعج في النهايه. ولا يعني ممكن تشابه اسماء؟ لا هو للاسف طلع هو الحارس. انت عارف دايما في مصر ممكن نستخدم مثلا ايه حبس رئيس اتحاد الكره البرازيلي، فنكتب ايه حبس رئيس اتحاد الكره. ما انا دخلت بسرعه سرشت بصيت بسرعه هو ولا طلع هو يعني هو الحارس، الحارس التونسي شكر الواعر. فخبر مزعج بصراحه بالمناسبه دي، كان من اعظم الحراس اللي جم في تاريخ افريقيا اكيد، وكان حارس تونس كمان في كاس العالم عام 98 في فرنسا. طيب الحديث الصحفي التونسي عن التشكيل والغيابات، انا عايز انتقل لجزئيه الاهلي كان مختلف تماما في تناوله الاعلامي لهذه المساله. صحيح. بعيدا تماما عن حديث الارقام، ملعب رادس ملعبنا، حتى الحديث النفسي اللي تحدث فيه كارتيرون مع اللاعبين والجهاز الفني بيتحدث مع اللاعبين في هذه الجزئيه. الاعلام المصري والاعلام الرياضي في مصر نقل ازاي هذه الصوره وحرص الاهلي ان هو يصدر مشهد للكل وحتى لوسائل الاعلام، لا كلام عن التاريخ، لا كلام عن ارقام، 180 دقيقه الجهد في الملعب هو اللي هيتواجد بالبطل. طيب تعالى نتكلم في جزئيتين مهمين جدا، في جزء تحفيزي وفي جزء لازم تاخد فيه حذرك. التحفيزي انا لازم اقول لك انك كبير افريقيا، انك اهم نادي في افريقيا، انك اكتر نادي في افريقيا واخد بطولات، انك نادي القرن في افريقيا، دي نقطه تحفيزيه مهمه جدا. النقطه التحذيريه هو اللي بيعملها كارتينو ده ولازم يعملها، انك مش عشان انت كل ده فانت طبيعي تخش المباراه تكسبها، لو حتى فريق اقل من الترجي، والترجي واحد من اكبر الفرق في القاره، لو حتى اقل من الترجي فانت كنت لازم تخش قلقان ولازم تاخد حذرك بشكل كبير جدا. فالاهلي حاليا لازم ياخد حذره، اللعيبه لازم يكون وصل لها الفكره دي، بس لازم يبقى عندك برضو ثقه ان انت واحد من مش واحد، انت اكبر نادي في افريقيا، وبالتالي انت مش تخش المباراه خايف، ولكن تاخد بالك وتكون حذر بشكل كبير جدا امام فريق زي الترجي التونسي، هو بيعرف يتعامل مع فرق المصريه بشكل كويس جدا، وانت كمان بتعرف تتعامل معاه بشكل كويس جدا، والفتره الاخيره يمكن من ايام
مانويل جوزيه، يمكن دي يعني طيب الذكر يعني لازم نذكر انه فكره العقده التونسيه المصريه دي خلصت من ايام مانويل جوزيه بشكل تام خالص، وبقى الاهلي بيتفوق على انديه الافريقي الصفاقسي والنجم الساحلي والترجي التونسي، معظم الانديه التونسيه بقت قدام الاهلي سهله المنال يعني تقدر تتفوق عليها. فانا شايف بس الامر لا هو 2001 طبعا ده هو اللي بدا في 2001 في السيمي فاينل طبعا، فهو يعني لا تخاف قوي ولا تاخد ثقه كبيره جدا. التحذيرات من كارتيرون هي تحذيرات منطقيه ولازم تحصل، لانك النهارده ملعب رادس كمان دي نقطه مهمه جدا، صحيح ملعب رادس وشه حلو علينا ودايما ربنا بيكتب لنا التفوق عليه التفوق فيه في تونس، ولكن لازم ناخد بالنا ان المباراه دي بتحسم هنا من استاد برج العرب، او على الاقل تكون رايح بنتيجه مطمئنه تكون انت عارف بيها انك في تونس تقدر تكسب واحد او اثنين او حتى تتعادل تكون خلصت البطوله بشكل تام. التفكير بالشكل ده من ناحيه صحفيه واعلاميه ده انعكاس لصوره اللي حصل في مباراه السيمي فاينال امام بطل انغولا والجمهور واللي حصل في ملعب رادس، انك شايف المنظر المره دي الجمهور او تحديدا عوده الكره السود هناك في تونس، الجماهير الاصليه المشجعي الالتراس بتوع الترجي من زو مباراه انغولا موجودين، ده الصوره اللي ممكن الاعلام الرياضي المصري بيتكلم عليها اللي احنا عايزين نحسم هنا، لان هناك الوضع في المباراه النهائيه هيختلف تماما لما كان سبق. لا انا لا ارى ذلك. ليه؟ لانه الاهلي لو وسط ايه بيجيب البطوله، يعني كل البطولات اللي خدها قبل كده كانت وسط جماهير، وسط جماهير كوتوكو، وسط جماهير تونس، وسط جماهير الكاميرون، وسط جماهير كل الجماهير في الاخير كمان كانوا طبعا ده شيء عادي جدا. بس انا يعني بتمنى من اللعيبه النهارده تحديدا او مفروض يعني كان يحصل في الايام او الساعات الماضيه، انسى التاريخ انساه، خليه دافع ليك بس ما تطلعهوش طبعا، كتاب معاك بس خليه في جيبك، خليه على الرف شويه، ده بيساندك بيدعمك، الدعم ده يبقى يتحول من ارقام ورق الى طاقه ايجابيه داخلك لانك محتاج هذه البطوله. انا برى ان لا قدر الله من الصعب ان يخسر الاهلي النهائي مرتين ورا بعض، وما حصلتش في طول التاريخ، تلاقي بين كل خساره نهائي والتاني 10 سنين، ويعني 81 اخر اللي بعد السنه اللي بعدها خسر بعدها نهائي. بس ده مش معناه، انا اقصد انه مش معناه في النهايه انه الاهلي النهارده برضو يبقى عنده من الثقه انه لا 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 خالص 2006 و2007 لا انا مش بص انا بتكلم على ان لابد ان يكون التاريخ داعم ليك، وتعرف انك انت خسرت بطوله ماضيه دافع ليك، فحتى لا تخسر بطوله، ما ينفعش الاهلي يخسر بطولتين ورا بعض، ده النادي الاهلي مهما يكن الترجي حصلت معاه قبل كده في 99 و2000 لكن ما حصلش مع النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي معودنا دايما انه يخش بيدخل بطوله لازم يوصل لمنصات التتويج، فلازم الكارترون لازم اللعيبه تنسى التاريخ مؤقتا. ده بالعكس هو الكارترون اكد على ده على فكره في اول محاضره بعد مباراه المباراه الاخيره امام الوصل الاماراتي، اكد على ده في اول محاضره طبعا ما هو ده مفروض، وده هم وطالما هو تحدث في هذه الجزئيه يبقى اكيد نقلها ليهم في التدريبات، نقلها ليهم في المحاضرات الفنيه، لان مثل هذه الامور احنا انت عارف الطبع المصري دايما بيركن لهذه الحاجات، يا عم تفاؤل وتشاؤم والكلام ده، وده طبعا اللعيبه مننا ويعني مصريين، فبالتالي انت لازم تركز على جزئيه انك انت الفنيات ثم الفنيات ثم الفنيات. طيب اختم معاكم الحوار بصوره كانت مسار حديث الجميع خلال الساعات الاخيره، وهي صوره ممكن تبقى عنوان للخبر او صوره تتحط عليها لقطه بعنوان جمهور النادي الاهلي بيفترش على الارض في استاد الاسكندريه منذ الامس وحتى الساعات الاولى لشراء التذاكر الدرجه الثالثه. هذه الصوره اللي الكل تناقلها، وعايز اقول لك الصوره دي بعد ما نزلت على السوشيال ميديا بدقائق بسيطه وصلت لاغلب اللاعبين على تليفوناتهم المحموله وتناقلتها للاعبين، والكل كان حديث هذه الصوره داخل معسكر فريق النادي الاهلي. صحيح. الصوره دي اعلاميا ازاي ممكن نتناولها، وازاي ممكن ندي من خلالها طاقه ايجابيه للفريق داخل المباراه؟ بص يا حمد، انا مقتنع انه الاهلي، وده ليه علاقه بالسند التاريخي بكل الحاجات التاريخيه سواء جماهير او لعيبه او ادارات، الاهلي هو كان استثنائي في كل شيء، والاستثنائيه دي جايه من انك كان عندك ادارات استثنائيه، عندك جماهير استثنائيه، عندك لعيبه استثنائيه، الاستثنائيه دي ان شاء الله تترجم النهارده في عقليه اللعيبه وعقليه الجماهير اللي موجوده في الملعب. عشان انت نادي استثنائي لازم تكون بتتعامل بنفس القدر من الاستثنائيه ان شاء الله باذن الله. النهارده اللعيبه تكون عندها نفس الطاقه والحماس، والجماهير كمان يبقى عندها نفس الطاقه والحماس، والمباراه تخرج بالشكل الامثل اللي احنا عايزينه ان شاء الله، يكون في حسم الى قدر كبير يخلينا مطمئنين في مباراه العوده في رادس ان شاء الله باذن الله. استاذ منعم، هذه الصوره تساوي تكتب تاريخا اخر بالاضافه للتاريخ الرقمي،
يعني لتاريخ، يعني احنا بنعتمد على الارقام في كتابه او على الانجازات في كتابه التاريخ الرقمي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هذه الصوره تنضم الى الصور العظيمه صور تخلد في متحف الاهلي. لو بصيت انا بحب الماتش بتاع 82 ده بتاع 3-0 هنا ليه؟ شوف الجمهور عامل ازاي، شوف الكثافه بتاعت الجماهير عامله ازاي، شوف الناس عامله ازاي. ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الاهلي دايما جمهوره هو الاساس، جمهوره هو اللي بيعطي الدفعه المعنويه، وان شاء الله يكون النهارده مكسب كبير ويكون يعني دافع كبير للنجمه التاسعه ان شاء الله. عظمه اي نادي طبعا بتيجي من عظمه جماهيره. فلو انت نادي ما عندكش جماهير زي الاهلي فانت مش هيبقى تبقى نادي عظيم. فانت الاهلي عظيم عشان عنده جماهير عظيمه. دايما جمهور النادي الاهلي بيغير مجرى تاريخ النادي الاهلي في احداث كثيره لا نقعد نتكلم فيها من النهارده لبكره، هنحكي قصص كثيره جدا. جماهير النادي الاهلي غيرت كتير جدا في مجرى تاريخ النادي الاهلي وتحديدا خلال السنوات الاخيره. استاذ عمنا فهمي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. شكرا محمد، ربنا يخليك. استاذ كريم رمزي انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب للاهلي باذن الله في مباراه الذهاب. شكرا جزيلا، بالتوفيق ان شاء الله. تلك هي الفقره الحواريه الاولى النهارده في اليوم الاستثنائي في ملعب الاهلي، والحديث عن الصحافه والاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي في مصر وفي تونس، وماذا كتب خلال الساعات الاخيره والقاء الضوء على هذه المباراه الهامه في ذهاب نهائي افريقيا. الملك يستعد للقبض على الاميره الافريقيه، الاهلي نادي القرن مع نادي الترجي التونسي شيخ الانديه التونسيه. كل التوفيق يا رب الاهلي النهارده في مباراه الذهاب، وبعد الاسبوع ان شاء الله مباراه العوده في استاد رادس. لكن اخرج الى فاصل بتقرير مع زميلي كريم احمد على هواء مباشره في لقاء مهم جدا مع الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاسبق. ثم بعد هذا التقرير فاصل، وزميلي امير هشام في الفقره الحواريه الثانيه مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف، وفقره جديده عن التحكيم في هذه المباراه بعد تطبيق تقنيه الفيديو الفار في هذه المباراة الهامة سواء مباراة الذهاب أو حتى مباراة العودة. اتفضل يا كريم. مستمرين معاكم كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والترجي التونسي مباراه الذهاب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. 180 دقيقه كل التمنيات لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني في 90 دقيقه الاولى، ثم 90 دقيقه الثانيه ان شاء الله بتونس نرفع كاس هذه البطوله الغاليه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. بينضم لي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق الاستاذ محمد الغزاوي المساند بشكل كبير جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي. مش جديد محمد بيه طبعا عليك وعلى كل مجلس الاداره بشكل عام، مسانده الدائمه والمعتاده لفريق النادي الاهلي في الظروف الصعبة. حابب تقولي في البداية عن هذه المباراة الصعبة جدا جدا. النهاردة طبعا ماتش صعب جدا، فاينل افريقيا، وفريق الترجي فريق كبير وتاريخ، النادي الاهلي والترجي هو تاريخ في الكرة الافريقية، نتائج دايما وبطولات، هما الاثنين اندية بطولات. فالمباراة بتبقى صعبة وخصوصا ان انت بتبقى مباراة العودة هتبقى في الترجي في رادس، فهيبقى عندك لازم تعمل نتيجة كويسة جدا النهاردة إن شاء الله بإذن الله عشان تقدر تروح تلعب ماتش هناك وانت الضغط قليل عليك. جمهور الترجي دايما بيقدر يحط ضغط على كل الفرق الموجودة، ولكن لاعبي النادي الأهلي طول عمرهم متعودين على هذا النوع من المباريات ومتعودين على الضغط الجماهيري، ومش أول مرة يلعبوا بطولات أفريقيا، ولكن في طبعا جزء من اللاعبين النهاردة بالنسبة لهم دي أول تجربة لما يخوضوا مباراة نهائي أفريقيا وامام فريق كبير زي الترجي. فان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا النهارده ان احنا نقدر نحقق نتيجه كبيره في استاد برج العرب علشان نقدر نروح هناك واحنا مش مطمنين، ولكن عندنا جزء من الراحه وعدم الضغط على اللاعبين وعلى الجهاز الفني اللي بيساعد ان انت تقدر تنفذ اللي المدرب بيطلبه منك. النهارده وانا جاي شفت منظر بصراحه جمهور النادي الاهلي من الساعة 10 الصبح وانا ماشي واحنا جايين في الطريق، الناس متحركة من بدري جدا، في ناس بيقولوا من 6 و7 صباحا اتحركت من القاهرة واحنا داخلين. الصفوف اللي واقفة علشان تخش الاستاد من الساعة 12 الظهر واقفين طوابير طويلة جدا، والنظام اللي هم واقفين بيه والتنظيم اللي احنا اللي انا شفته لغاية دلوقتي، ما اعرفش قبل المباراة ايه اللي هيحصل من كتنظيم مباراة من الشرطة، ولكن التنظيم اللي موجود حاليا احنا عدينا بكل يسر، والجمهور واقف طوابير طويلة لان الاعداد كبيرة جدا، ولكن واقفين طوابير منظمة وصف واحد، ما فيش اي احتكاكات، ما فيش حاجة خالص. فاتمنى ان يعني لغاية ميعاد الماتش الامور تمشي كده ان شاء الله باذن الله، وجمهور الاهلي يقدر كله يخش الاستاد اللي نفسه يخش. ويعني طبعا عارف ان في ناس كتيره كانت عايزه تشتري تذاكر، ولكن ما كانش في اي سهوله في شراء تذاكر اكتر من كده عشان ساعه الاستاد. فاتمنى ان المباريات اللي جايه ان شاء الله للنادي الاهلي تكون في استاد القاهره
علشان يشيل اكبر عدد ممكن من الجماهير. الجمهور الاهلي يعني في مصر 60 70 مليون واحد، وفي العالم العربي كل الناس نفسها تيجي تروح تتفرج وتساند وتؤازر النادي الاهلي في مباراه افريقيا، نهائي افريقيا زي ده. فاتمنى ان شاء الله يعني يبقى في الفتره اللي جايه تقدر الظروف تساعد ان تكون في مباريات النادي الاهلي بتقام على استاد القاهره. لو بروح مع حضرتك طلب اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي يمكن حضرتك متواجد في فندق الاقامه، مدى حاله التركيز اللي احنا شايفينه على اللعيبه، حضور الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، الدعم المستمر ده يمكن بينعكس بنقول بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. زي ما انت شفت كده مجلس اداره موجود، كلنا قاعدين هنا مع بعض، اللعيبه كلهم في اوضهم في تركيز في مواعيد معينه. زي ما بقول لك النادي الاهلي عنده سيستم واختلاف اجهزه، اختلاف مجالس ادارات، كله بيجي ورا بعضه، عارف سيستم النادي الاهلي ماشي ازاي وكله بيكمل بعضه. واضح ان التركيز عالي جدا، اللعيبه كله متواجد في الغرف، مفيش حد بره، عندهم ميعاد الغداء كله بيروح يحضر مع بعضه يتغدوا ويرجعوا تاني. مجلس اداره حضوره بالكامل وحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المباراه، وانا عارف ان هو هنا من امبارح، فوجوده من امبارح في الاوتيل بيدي للعيبه احساس باهميه المباراه وباهتمام مجلس الاداره بوجودهم. موجود من اول امبارح، من يوم الاربعاء، احنا النهارده الجمعه بقينا، موجود من يوم الاربعاء، فده بيدي الفريق ان احساس باهتمام رئيس النادي شخصيا ومجلس الاداره بالكامل ان هو موجود. معظمهم وصل من الصبح بدري والباقي بيجوا، يعني كلهم بيوصلوا، بيديهم احساس ان مجلس الاداره مهتم جدا بالمباراه واهميه المباراه وبتوفير كافه وسائل الراحه للعيبه والتركيز عشان يقدروا يقدموا مباراه بشكل عالي جدا. وده بيساعد كمان الجهاز الفني والاداري ان هو ما يلاقيش عنده اي مشاكل تكون موجوده، فبتسهل له كل الامور اللي موجوده ان هم يقدروا يركزوا في المباراه فنيا فقط لا غير. اشكرك يا محمد، دي ان شاء الله نبارك لك باذن الله. اشكرك وربنا يعني يوفق ان شاء الله ونبارك الجمهور الاهلي كله النهارده ان شاء الله. اشكرك يا حميسي. بنشكر اكيد طبعا عضو مجلس الاداره السابق الاستاذ محمد الغزاوي على هذه التصريحات وعلى هذه المسانده الدائمه. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه كواليس النادي الاهلي في فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه.